تقول انها عامله جمعيه وفي حد شغال في بنك وداخل معها الجمعيه، ف ما في شيء، ما في تاثير. اما عمله هو في البنك عليه ليس عليه. نعم. اليد مختلفه هنا، واذا اختلفت الايدي اختلفت الاحكام. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، واليهود يتعاملون ابو الربا اصاله كما يقولون، وتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم واعملهم على ما يخرج من شط قدس. نعم. نعم.